حياكم الله مرة ثانية، معك أخوك عبد السلام، واليوم جايب لكم انطباعي لـ The Crew 2. طبعا للي ما يعرف أدري أنكم تنصدمون، خليكم جاهزين. The Crew 2 جزء ثاني لـ The Crew. The Crew اللي يذكره هي لعبة السيارات اللي نزلت أوبي سوفت، وكان يمديك تتمشى على أمريكا كلها. كانت أول ما نزلت ما كانت مرة كويسة، كان في مشاكل كبيرة بها، يعني زي مثلا ما كان في أشياء تسويها وانت تمشي من سباق لسباق، غير السباقات ما كان في أي شيء ثاني، التعديلات ما كانت كويسة، كان بها مشاكل بصلحها وبعدين. The Crew 2 أقدر أقول بكل ارتياح حاليا يعني أوكي كويسة. طبعا أضافه فوق السيارات، لازال في سباق السيارات، يعني نزلت سباق السيارات موجودة، بس الحين صارت تفرق. في الحين سيارات مخصصة يعني للسرعة، في سيارات مخصصة مثلا إن البر الطريق، يعني تمشي على البر. فأعتقد تشوف في تغيير بالسيارات. وفوق كذا بعد في طيارات، في قوارب، في سباق طيارات، في سباق قوارب، في مثلا الطيارات شلون تبدأ تسوي مثلا حركات وتكسب نقاط وتكون تحديات زي كده تخلصهن. نفس الكلام مع السيارات، لو انت بسيارات يمديك تمشي تلقاهن. طبعا ما احد اشياء الزينة اللي مش زين، عفوا ما احد نظام الليفل هنا بـ The Crew، ادري انه في ليفل، بس ما مثلا مو مثلا يقول مثلا مع كل سباق تاخذ اكس بي، لا، هنا وشلون مع كل سباق تخلص وتاخذ فولورز، تاخذ مشاهدين مثلا يتابعونك يوتيوب او تويتر، بشكل عام كاتبينه مشاهدين. حلو، فكل ما جمعت مشاهدين كل ما ارتفع ليفلك وقدرت تخلص تطلع سباقات ثانيه. وشلون تلقاهم وشلون تجمعهم؟ فحط نوت سابق، سوي كل شيء تسويه تقريبا بيجيب لك مشاهدين، بس اللي يرفع المشاهدين عندك دائما السباقات، دائما السباقات، دائما التحديات، التفحيط وهذول كلها يجيبهم، بس انه مثلا 100 يعني اكثر. حلو، 100 200 بس السباقات تجيب لك 1000 وشوي، يجيب كذا زياده. فعندك الحين نظام السباقات، وين هنا خلونا نروح اسمها اكتيفيتيز. عندنا هنا ستريت ريسنج، عندنا اوف رود، عندنا فري ستايل، عندنا برو ريسنج. مثلا قلت لك ستريت ريسنج، تخلص السباقات مثلا هنا الحين عندي بهذه روك، لازلت بالمستوى الاول، بعدين جيك برو، بعدين فيمس، بعدين ستار. هذه الليفلات تخلصهن، كل ما خلصتها مثلا على الاقل خلصت 70% راح تباري الـ يعني اختار الزعيم الاخير حق العائله، هذه يسمونه عائله. حلو، نفس الكلام مع اوف رود، نفس الكلام مع فري ستايل. فري ستايل يعني اكثر حين جمعت كل شيء. حلو، من اسمه فري ستايل، اوف رود من اسمه مخصصه للسباقات اللي برا الطريق. حلو، نفس الكلام ستريت ريسنج، سباق سيارات، سباق بالمدينه. حلو، تبدا تخلصهم، كل ما خلصت يعني مثلا خلصت الايزي تطلعك طلعك طلعك زياده وتاخذ اشياء حلوه. ما احد اشياء اللي اوعدكم اني بروح لما المدينه اوريكم السباق او علاقه ما شابه، ما احد اشياء اللي ما هضمته وشي انك كل ما خلصت سباق يطلع لك لوت او تلقى لوت بعض الاحيان. بالنسبه للوت حرفيا تاخذ لوت، تلقوا كذا اشياء طايحه وتبدا تعدل على السياره تقويه، زي نظام ديستني بالليفل، فهمت علي؟ كل ما ضفت كل ما قوة ليفلك. هنا نفس الكلام، ورجاء لا هذه اخر مره ودي اتكلم عن ديستني. حلو، فنفس الكلام هنا تلقان، هذه انا ما انا مره معه، فهمت علي؟ من مره كويسه. وبعد نظام الفلوس اللي تاخذهن قليله، يعني تقعد فتره طويله، يعطونك سيارات ببلاش اول شيء، زي مثلا يعطونك واحده، هذه اخذتها انا من ايش كان اسمها، من يو بلاي الكلوب ذاك، بس المفروض يعطونك سياره واحده، ثم سياره واحده الاوف رود، ثم قارب، ثم الطياره، بس وبعد يتركونه. حلو، لازم انت تبدا تشريه، يعني يمديك تشريه بفلوس، بس المشكله بالفلوس انا شوف شلون مثلا اسعار السيارات شويه غاليه. حلو، فتحس كانهم يبونك تدفع، لان شوف مثلا عندك قيمتين، الازرق هذه فلوس الصدقيه لازم تدفعها، والاسود هي الفلوس حقت اللعبه، يعني شوف شلون، شوف الفرق. حلو، مثلا شوف هذه عندك 51 هي 7000، فباختصار كانوا يبونك تدفع فلوس اللعبه، فلوس صدقيه عفوا. فهذه من مره كوي، انا ما نمعها ابدا. انا ليه برضو نفس الكلام، ليش عندي 3000 30000 الحين؟ لاني من يو بلاي، هذه يعطونك 30000 ببلاش. حلو، غير كذا انا من مره معه، احس انك يعني راح تقعد فتره عن بال تجمع. بس يلا نترك الكلام هذا على الجنب الحين، وشلون تشلون دقيقه شوي، ريوس بسرعه، ريوس قوي، في شيء لازم اتكلم عنه. حلو، هذا الهاب حقك. حلو، الهاب حقك هنا من اسمه هوم حقك، يمديك تعدل سياراتك، تشوفهن، تعدل ملابسك اللي تبي.
حلو. من الأشياء الزينة بالسيارات هذه، هذه أنا بتكلم عنها اللي أنا شفتها بفورزا وأنا خقيت على طول، وشي الكستمايزيشن. حلو، يمديك تغير لون السيارة وشلون تبغى اللون، تبغى أبيض أسود كذا حركات، فهمت علي؟ من الأشياء الزينة عندك لايف باختصار تلوين السيارات، في إكسكلوسيف مخصص للسيارة. حلو، فهمت علي؟ عادية. بس الزينة وشي تقدر جمعها توب 100 أو الليرس. حلو، هذه وشي، هذه ناس أونلاين سووا، فهمت علي؟ يعني مثلا هذه انا ما سويتها، هذه انا شريتها من واحد بفلوس اللعبه، طبعا بفلوس دقيقه، كلها فلوس اللعبه، ما تدفع فلوس دقيقه. حلو، شوف الناس شلون قاموا يعدون، تشوف اشياء تشوف اشياء رهيبه وانت قاعد تعدل، وكل سياره تعديله يفرق عن الثاني. يعني مثلا الحين هذه السياره، هذه شوف شلون بلع عليك، شوف جميل المسويه هذه، يعني شوف كل شعار بلاي ستيشن، كل كفر جهه شعار رهيب، فهمت علي؟ كل شكل يفرق من سيارة لسيارة. زي مثلا قلنا بغير السيارة الحين، قبل حطيت هذه. حلو، حولنا، شوف شلون توب رحت توب 100، شوف شلون تبدا تتغير. يعني ما لقيت نفس الكلام، تلقى اشكال ثانية، يعني كل واحدة بينهم شكل 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 جميلة. هذه حركة حلوة، ويلا خلاص انا بتكلم عنه، يلا خلنا نطلع الحين. طبعا سبب هذا الماب، الحين هذا هو الماب هنا، هذه المدينة ميامي. حلو، عندك تمشي أبو تسابق، طبعا أمزح معكم للي يدري الماب هذا هو، تمشى، هذه أمريكا عندك، يلا سوي اللي تبي، جمع النقاط، ولما تخلص الزعيم تخلص الزعيم، واو، لما يعني تباري البيج بوس، يلا الزعيم. خلنا بس نروحين لما أي شيء نسوي، على الأقل بس ترافل تو، ما نبدأ داخل السباق. حلو، طبعا عندك فلازم من اشياء زينك، لازم تحدد السياره اللي بتسابقه، تاخذ السياره الزينه المخصصه، لازم تخصص السياره المخصصه. مثلا لو مثلا السباق يركز على انه برا الطريق، خذ سياره برا الطريق، لو سياره تركز على انه جوا الطريق، خذ سياره تركز على انه بالطريق، لا تاخذ سياره مثلا جيب مثلا، او جيب وشي زي كذا مخصص لبرا، فهمت علي؟ فلازم انت تحرص كذا وتشتري، فتبدأ جمع نقاط وشي كذا حلوة. بقى نهاية اليوم يعني لازلت أقوله، يعني اللعبة جميلة، اللعبة يعني أوكي ممتعة، بس هل هي تستاهل سعر كامل؟ لا. ليه؟ لأنه بعد فترة بتزهق من السباقات. حلو، يعني نهاية اليوم يعني نازل تسوي نفس الشيء، بس إذا أنت واحد مود من سيارات، إذا أنت واحد مود من سيارات بتعجبك اللعبة على طول. بس بعد فترة مثلاً واحد مثلي بيطفش من سباق السيارات ويبي يحول أونلاين. المشكلة الحين الأونلاين مهم موجود، الاونلاين الموجود الحين انك تمشي وتشوف الناس بس تتسابق معهم ما فيه، فاشوف هذه حركه شينه. ليه؟ لان ذا كرو الجزء الثاني ذا كرو قالت انها بتركز على انه اونلاين 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 وسباق الناس. ليش نزلت ولا معه؟ والله ما ادري، يمكن يبون الناس يقوون انفسهم ثم يتسابقون، والله ما ادري. ومن الاشياء الثانيه بعد الشينه بالاونلاين، انك اذا اخذت اللوت يمديك تعدي على سيارتك، وبعدين تشوف ناس داعسين، في ناس بيخربون اللعبه اكيد، الا بس اذا في احد السباقات مديك تسمح لك تواخره. هذه والله انطباع عند كرو 2، اللعبه كويسه مي بشينا ابدا. هل هي تستاهل سعر كامل؟ لا، اشتري اذا انت واحد تحب سيارات، واعرف انك تراك بتدخل لعبه بتسوي نفس الشيء 5 مرات. حلو، فادخل، قلت لك ادخل لعبه متعود انك بتسوي نفس الشيء 5 مرات، ادخله. ما انت متعود لا تدخله. حلو، لا يعني ايش تبي تدخل، بس اذا قلت جذبتني اللعبه ودي اتسابق، خذها مستعمله. حلو، اذا انت واحد متحمس له اشتري جديده، هي اللعبه كويسه مي بشينها ابدا، العكس والله. انا الحين انا من راعي سيارات ومستمتع، فهمت علي؟ يعني مي بمحاكيه زي جراند توريزمو، بس انه يعني تعطيك شوي اشبهها كثير ل، اقول انه فورزا بس اسهل شويتين، فهمت علي؟ يعني شفت هذيك اللي اسمه زي لما كذا وانت تمشي تشوف ناس اونلاين، فهمت علي؟ فزي ما قلت اقدر اشبهها بفورزا اكثر من جراند توريزمو، لان تتسامح معك بكم شيء. فاللعبه والله بشكل عام انا ما كرهتها، العكس مستمتع بها، لازلت في اشياء حلوه. يعني مثلا مديني وانا امشي من الاشياء الزينه، بس اصبر ايش كان الزر بعد، لو انتقد بس بسرعه الحين انه الازرار يبي لك تتذكرهن. ليه؟ يعني بعض الازرار زي مثلا كذا يديك تخليك تلقط صوره فورو مود، هذه حركه حلوه. بس لان خبر في زر يخليك تغير السياره، راح اون ار 1، الله ناسي
مو مثلث. يب ار 3. شوف انا الحين اسوي كذا حلو. اوكي ما شفت شيء شباب، ما شفت شيء. انا الحين كنت اسوق سياره، اي زي ما تقول تشوف تسوق سياره بس قلب بسطه ووب حول طياره. انا الطياره حلوه ممتعه العكس سريعه ويعني سهله التحكم مو مره معقد العكس واضح تعود يعني مره خلاص بعد ان عقبه يصير سهل. من الاشياء الزين شفنا انا اطير حول سياره بوف. شوف اشياء جميله زي ما قلت لك يعني في اشياء سخيفه تقدر تسويهم بعدين. ف ذا كرو 2 ممتعه هذه والله بقول لك اذا انت واحد يحب سيارات ويحب العاب السباق اي اشتري تراك تستمتع. اذا انت واحد يعني يهضمهن بس مو مدمن مستعمل ازين فهمت علي. يلا كمان اخوكم عبد السلام يعطيكم الف الف عافيه على المشاهده على انطباع ذا كرو 2. اذا تبون اسوي مقطع يعني طقطقه اذا تبون اسوي اصور عنه طقطقه وتبون تشوفون التسابق كذا رجاء علموني بالكومنت. كما اخوكم عبد السلام وقبل لا انسى 26 ترى حجمه 26 جيجا. يلا كما اخوكم عبد السلام مع السلامه.